الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستهديه ونشكره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا زوجة ولا ولد ولا مكان له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه وخليله، من بعثه الله رحمة للعالمين. فصل يا رب وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي العظيم والرسول السيد السند الكريم سيدنا ومولانا محمد، وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي أولا ثم أوصيكم بتقوى الله رب العالمين. يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. أحبابنا الكرام، إخوة الإيمان والإسلام، ربنا سبحانه وتعالى فرض الزكاة وجعل لها شروطا. يقول ربنا سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ونبي الهدى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: بني الإسلام على خمس، وعد منها وإيتاء الزكاة. ربنا سبحانه قرن الزكاة بالصلاة، فالسعيد من جمع بين الحسنيين فحافظ على صلاته وأدى زكاة ماله. فيا أحبابنا الكرام، من المهم أن نعرف متى تجب الزكاة،
وما مقدار الزكاة؟ تجب الزكاة في الذهب والفضة إذا بلغا النصاب الشرعي المقدر ومر عليهما عام هجري كامل. نصاب الذهب 20 مثقالا، قدره بعضهم 85 جراما، ويخرج ربع العشر 2.5%. نصاب الفضة 200 درهم إسلامي، قدره بعضهم 595 جراما، ويخرج ربع العشر. وتجب الزكاة أيضا في الأنعام الثلاثة، في الإبل والبقر والغنم، إذا مضى عليها حول كامل بعد تمام النصاب. أول نصاب الغنم 40 ويخرج شاة، وأول نصاب الإبل 5 ويخرج شاة، وأول نصاب البقر 30 ويخرج تبيعا من البقر. كذلك تجب الزكاة في التمر وفي الزبيب وفي الزروع ببدو الصلاح واشتداد الحب إذا بلغوا نصابا ولو لم يمض حولا، وأول نصابها 300 صاع حجازي، ويخرج 5% لما كان يسقى بمؤنة، و10% لما كان يسقى بغير مؤنة. كذلك تجب الزكاة في التجارة، تجب الزكاة في أموال التجارة إذا بلغت نصابا آخر الحول ويخرج ربع العشر. كذلك العملة الورقية الموضوعة في البنوك بطريقة توافق شروط المذهب الحنفي، فيضمها إلى ما معه من عملة ورقية، فإن بلغوا نصابا فأكثر وجب زكاتهم عند حولان الحول، ويخرج نسبة 2.5%. ونصابها، وهو الأحسن للفقراء في هذا العصر، قيمة 595 جراما من الفضة. يعني انظر كم معك من المال بعد مضي الحول، بعد مضي العام الهجري الكامل. قديش معك من المال؟ معك أكثر من 450 دولار، ومر عليهم عام هجري كامل. عليك أن تزكي على كل هذا المال آخر العام الهجري، بتطلع 2.5%. كل ما دخل إلى هذا المال ضمن هذا العام تحسبه في آخر الحول. أما إذا نزل المال عن النصاب معك بس 200 دولار، ما عليك زكاة. فإذا بالأول يكون معك مال مقدر بالنصاب، وهو اليوم بيختلف دائما من كل سنة إلى سنة. تسأل قديش قيمة 595 جرام فضة؟ العام الماضي كان 450 تقريبا أسترالي، ممكن يزيد قليلا أو ينقص قليلا حسب الأعوام. بتشوف هذا هو النصاب، معك مال مقدر ب 450 مثلا، ومر عليه حول عام هجري كامل، عليه الزكاة. وشو بينضم داخل هالعام إلى هذا المال؟ بتزكي، واللي صرفته راح، ما عليك زكاته. شو معك مال بالبنك، شو معك مال بالبيت، آخر العام تتطلع كم معك، 400 دولار ولا أكثر من 450؟ ما إذا كان معك أكثر من 450 بتزكي. شو بتطلع؟ 2.5%. كذلك تجب زكاة الفطر بإدراك جزء من رمضان وجزء من شوال. وزكاة الفطر تجب على من عنده مال فاضل عن دينه وكسوته ومسكنه وقوت من عليه نفقتهم يوم العيد وليلته. يخرج الواحد منا زكاة الفطر عن نفسه وعن زوجته وعن أولاده الصغار وعن أمه وأبيه الفقيرين.
أما مقدار الزكاة، ما هو مقدار زكاة الفطر؟ يخرج عن كل واحد صاع، صاع حجازي يعني 4 أمداد من القمح اللي هو غالب قوت البلد. واللي حابب ورغبان يطلع بالعملة الورقية يجوز له أن يقلد المذهب الحنفي. الإمام أبو حنيفة يقول يجوز أن تخرج القيمة، عنده يخرج قيمة نصف صاع عراقي، والصاع العراقي بيختلف عن الصاع الحجازي، فبيطلع بقيمة بتشوف 2145 جرام من القمح. قدي سعرهم؟ بتطلع قيمتهم بالمال، أو بتطلع صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو قيمة ذلك بالعملة الورقية. اليوم يعني الأخف على الناس أن يخرجوا زكاة الفطرة بالعملة الورقية، هذا مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، وهو مذهب معمول به ولا يعترض على من اشتغل به. أحبابنا الكرام، لا بد لنا أن نعرف كذلك ما هي مصارف الزكاة. عرفنا فيما تجب، الله تعالى خفف علينا ولم يفرض علينا الزكاة في كل شيء، إنما في أشياء مخصوصة بشروط مخصوصة. فإذا عرفنا فيما تجب، وعرفنا كم أخرج، وعرفنا ماذا أخرج، بقي عليك أن تعرف لمن تصرف الزكاة، لمن تعطي الزكاة. المصارف الثمانية المذكورة في كتاب الله رب العالمين هي مصارف الزكاة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم. فلا يجوز ولا يصح أن تصرف الزكاة لغير هؤلاء الأصناف الثمانية. من أراد أن يبني مسجدا أو مدرسة أو مستشفى أو مصلى فلا يكون ذلك من مال الزكوات. من فعل ذلك فليعلم أن ذمته ما برئت، وهذه مسألة إجماعية لا خلاف فيها، نص عليها بالحرف الإمام الشافعي من السلف والإمام مالك من السلف وغيرهما من أئمة أهل السنة والجماعة. فإذا أردت أن تبني مسجدا أو مصلى أو مدرسة، من مال التبرعات، من مال المحسنين، من مال الصدقات غير الزكوات. أما باسم الزكاة لابد أن تصرف إلى هؤلاء الثمانية حصرا، كما ذكر الله تعالى في القرآن بقوله إنما، وهذه أداة حصر فقط لهؤلاء الثمانية. فيكون معنى قول الله تعالى وفي سبيل الله الغزاة المتطوعون، وليس كل عمل خيري. أحبابنا الكرام، كذلك من المهم أن أذكر أن الزكاة لذوي الأرحام والأقربين هي زكاة وصلة. من كان من أقربائك فقيرا محتاجا لك أن تعطيه من مال الزكاة، فيكون بالنسبة لك زكاة وصلة، صلة رحم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة على المسكين صدقة، وإنها على ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة، رواه النسائي. أحبابنا الكرام، أيها المزكون، إن للزكاة فوائد كبيرة ومنافع عظيمة، فهي تزكي النفس بالكرم والعطاء، وتطهرها بالجود والسخاء. يقول ربنا سبحانه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذه الزكاة تعود على صاحب المال بالبركة والنماء بإذن الله رب العالمين. وأداء الزكاة
علامة على كمال الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، علامة ودلالة على التقوى وكمال الإيمان، وهي تزرع المودة والإخاء وتنشر التعاون والتكافل، فيفوز المزكي وتكون له منزلة عند الله سبحانه وتعالى عالية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم، إنه على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير. هذا وأستغفر الله لي ولكم. Dear brothers in Islam, Ibn Hibban narrated from the Prophet, peace be upon him, Allah damns the one who consumes the usurious gain, the riba, the one who gives them, and the one who does not pay the zakah. The one who does not pay the obligatory zakah commits an enormous sin. The zakah of fitr, usually paid during the month of Ramadan, is due on every Muslim who is alive for a part of Ramadan and a part of Shawwal. The due zakah for each Muslim is a sa' of the most common food of that country. It is an obligation on the Muslim to pay the zakah for himself and his Muslim dependents. If on the day of Eid and the night after it, one has enough to meet his debts, clothing, lodging, and sustenance for himself and those whom one supports. Zakah must only be paid to the Muslims from the eight types mentioned in the Holy Quran. It is unlawful and invalid to pay zakah to other than those eight types of people mentioned in the Holy Quran. That is why it is not valid to pay zakah to building a mosque or the like. And a word of warning to whom you pay your zakah to: be warned of the deviants who will take your zakah and use it to pay their electricity bills and their mobile phone bills, and Allah knows best. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Wa sallallahu wa sallama wa baraka wa sharrafa wa karram على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله رب العالمين وبالسير على نهج نبينا محمد طه الأمين. يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا بأن الله تعالى أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه المصطفى الكريم، فقال ربنا وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.
اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، نسألك يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، بما لمحمد عندك من جاه أن تفرج عنا وعن المسلمين. اللهم فرج عنهم يا رب العالمين، والطف بهم حيثما كانوا، في فلسطين وفي لبنان وفي سوريا وفي العراق وفي كشمير وفي باكستان وفي الصومال وفي الهند وفي الصين وفي السودان، إنك يا مولانا على ما نسألك قدير. اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا ما ينفعنا، وبلغنا رمضان وأنت راض عنا، وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، إنك يا مولانا على كل شيء قدير. اللهم واغفر لنا ولمن حضر خطبتنا، ولوالدينا ولمشايخنا وأصحاب الحقوق علينا، وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.